Saleban Mahmud Aden gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo kala fadhiya ay maanta yeesheen oo golahaasi uu shir gudoominayay gudoomiyuhu ayaa waxa uu guddu u saaray kasoo talabixinta xaaladaha kasoo cusboonaaday qaar kamid ah gobolada bariga iyo sidoo kale gobolka Salaan. Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Mahmud Aden oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri خصوصاً لو قبل الاعتماد بري قلبه حقيقة يو يدومي ياشا يدياش وياش الأرنتا سوروبيتين السوطرة وحي طلع أمسية وحولي تقدر ما تبلغ بتفتوها ونكسد إلا يكاد يقدر بلدي كانوا ورسيد الشري دي ونكسد هاي وعاف مات الله يقول وعاف مات ما يجي كسيد عيني هذا النور ما هو ونكسد أساك وحولي وريانا أولك ما في الليلي أنا الحوتي إيه وين الحوتي وين بحوتشين قضية سارة جددي كان أكو صوت الصوت كان بحوتشين حمسة شام حسين حمسة أوو ستار تي في هرقيسة.